ستون سنة تمر على عيد النصر. ذكرى 19 مارس هي ذكرى إرادة متشبعة بالعقيدة النوفمبرية لحدث تاريخي مترسخ في ذهن كل جزائري. نحن نحيي هذا اليوم، الذكرى 60 لوقف إطلاق النار 19 مارس 1962، ترسيخا للذاكرة الجزائرية. في الحقيقة هو يوم يعني نعتبره تكريس لتضحيات الشعب الجزائري لفترة طويلة وطويلة جدا. الفترة تمتد من 1830 إلى غاية 1962. مفاوضات إيفيان المتوجة بالنصر بفضل حنكة رجال الجزائر جاءت لمرافقة الكفاح المسلح لتغيير مصير الوطن، فكان هذا اليوم شاهداً على فرحة لا توصف. 19 مارس كانت فرحة عايمة، فرحة في كل المشطة، في الدوار، في الحوانيت، برا، في القرى، عند الشعب، عند كذا، فرحة، فرحة كبيرة. ومن بعد انتصرنا والحمد لله بفضل عن الجهود، ولكن الجهد اللي هو نذكره أنا شخصياً هو الجهد العام تاع المجاهد المسبل الشعب اللي يساعد ويعاون وكذا. الفرحة الأكثر جت للشعب، احنا فرحنا اني فقدنا احبابنا، فقدنا خاوتنا. دوري هيك تلقي كيما انا درت هيك ما لقيتش مريم، درت هيك ما لقيتش سي مسعود بوجري، ودرت هيك ما لقيتش الجنود اللي كنت معاهم. واعر ذاك النهار، واعر ذاك النهار، نهار ذاك النهار وصح الفرحة اللي فرحناها. يعني احنا اللي وصلنا الرسالة للشعب وكملنا الرسالة أمام الله. اليوم وبعد 60 سنة نستذكر الذكرى بكل فخر. تضحيات الملايين توجت بتوقيف القتال ونيل الاستقلال بعدها.